موقع مواطنة تريسية اللي كتسكن في البراكة واللي كانت موضوع الحلقة المصورة الأخيرة حظي هذا الموضوع بتعاطف شعبي منقطع النظير. عدد من زوار الموقع وأنصاره رسلوا الموقع طالبين تمكينهم بالحساب البنكي ديال هذه السيدة هذه من أجل المساعدة ديالها، خاصة الأوضاع الكارثية والمزرية. ويمكن لكم هادشي تشوفوه في غير أي واحد من حقه يدخل اليوتيوب ويمشي الفيديو غيقرا التعليق تحت، وجميع الناس تقريبا كلهم كيطالبوا بالحساب البنكي. وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان اللي كيرأسها الأستاذ المحامي حبيب حجي تطوع وخصص حساب البنكي ديال الجمعية ديالو من أجل جمع تبرعات لهذه الأسرة هذه. والرقم هو هذا 16 47 20 21 16 6 24 54 14 7، جوج الأصفار 69. والأستاذ حبيب حجي التزم بأن ينشر جميع يعني المداخيل ديال هادشي اللي في هذه الحملة هذه بالأسماء ديال الناس والأشخاص اللي ما بغاو يساهموا، ما بغاوش أسمائهم تظهر من حقهم طبعا، لأن كاين بعض الشخص ما كيبغيش يبين الاسم ديالو ممكن، وغير يدير طلب سواء عن طريق اتصال الموقع أو بسي الحبيب حجي. فسي الحبيب حجي أعتقد أن العملية تمر بشفافية. تعرفون بأن التفاعل مع هذه القضية أو استجابة لهذه القضية ليست فقط جاءت استجابة لها الطلبات ديال الناس، ولكن تعلمون بأن هذه القضية كتبنا عليها قبل سنة ونصف، ولا شي مسؤول تحرك لا معين ولا منتخب وخلاو الناس كيتعذبوا تما. إذا اليوم نحن نبادر تفاعل مع عدد من الناس اللي كلهم طلبوا هذا الطلب هذا. وطبعا ملي كنضامنوا مع هذه الأسرة لا نتضامن معها فقط، بل نتضامن مع أنفسنا مع الشعب المغربي، لأن عندما كنقضوا على الأقل الأطفال فإننا ننقضوا يعني أبناءنا، وكنقضوا كذلك المجتمع من شي ناس يكونوا ما مزيانينش لا قدر الله في المستقبل. لأن شكون اللي كيخلق يعني الإنسان المنحرف هي الأوضاع ديال الفقر وديال الحرمان. الإنسان اللي كيعيش في لاغور ولا كتعض الطوبه ولا كيتعرض للقمع والحقره وما كيعقل عليه حتى واحد، اكيد كيكبر يعني كتكون عنده اعطال نفسيه وما عمره يتصالح مع المجتمع وما عمره يكون منتج في المجتمع. فان حنا كنلقطوا اطفالنا من هذا اللي كنديروا هذا النوع من المبادرات. غدا كذلك غندير اشاره لهذه القضيه هذه، غدا غتكون على موعد مع حلقه على موقع بديل مثيره وكتهم كل المغاربه، حلقه على هذا القرار ديال الخصوصه ديال التعليم، وغادي تكتشفوا حقائق وحقائق خطيره في هذه البلاد دائما كنغوتوها المغاربه. ونختم بها ونعطيكم نموذج ديال العينين البرلمانيه اللي كتشد 5 مليون زياده من هذا المجلس ديال التربيه والتكوين، وواحد يعني مليون ونصف نائبه رئيس ديال مجلس الجهه، ثم وجد 2000 درهم على كل اجتماع ديال ديك اللجنه، الى جانب المبلغ ديالها البرلماني في الوقت اللي مواطنه مغربيه ما كتلقاش فين نعس. اذا غدا غتشوفوا حقائق خطيره على التعليم، وكنطلب منكم يعني تبارطاجيو هذا الفيديو هذا او هذا الاعلان هذا على اوسع نطاق تضامنا مع هذه المواطنه المغربيه. طبعا ما كاينش غير الدراسيه في المغرب، كاين عدد من المغاربه اللي كيعيشوا اوضاع دراسيه، ولكن حنا ما عندناش القدره باش نوصلوا للجامعه على الاقل، كما بحال ذاك المثل ديال ان تصل متاخرا خير من لا تصل ابدا. نقضوا على الاقل واحد حسن ما نخليو كل شيء كيموت. وكنتمناو الجهات الاخرى تدخل، كنتمناو السلطات كذلك تدخل والمجتمع المدني وكل شيء، نقضوا ذوك الاطفال في دار الطالب يديهم ولا يديهم للمؤسسات الاجتماعيه، لان هذو كلهم كما قلت المسؤوليه ديال الجميع. كنشكركم وكنطلب منكم الزوار مره اخرى تبارطاجيو على اسع النطاق تضامنا معهم وتضامنا مع انفسنا. والتكافل الاجتماعي راه من الشيامه، والتكافل الاجتماعي من اخلاقنا وحتى من الدين الاسلامي ومن كل شيء. وشكرا لكم زوار الموقع.